ملي كتكون الاراده قويه وانني نابع من اختيار شخصي اللي انه كيكون مقتنع باغي يولي طبيب، ما كيبقاش تقول انا درت سنوات دراسه طويله، هادو كيوليو غير دي بريتكست. منيا زحزاح طبيبه اختصاصيه في امراض الجهاز الهضمي في القطاع العام. اليوم غادي نقول لكم كي درت ليها. اون اون تران دو مانيبولي صحه الانسان، كنشوفوا دمايا، كنشوفوا الناس في واحد الوضعيات اللي هما صعاب، اول حاجه النفسيه ديالهم تكون واش باغي يدير هذه المهنه، لان ماشي مهنه سهله. اختصاص الجهاز الهضمي خصك بعدا الباكالوريا سيانتيفيك اللي اكزيج توجور واحد المعدل اللي هو عالي، وعاد تدلو ان كونكور من بعد المباراه اذا تقبل الانسان في كليه الطب كيدوز 7 سنين ديال القرايه غير باش كيولي اماتان جينيراليست. في الحاله ديالي باغ اكزومبل كنت دوزت لانترنا دونك باش كولي طبيبه داخليه، هنا تكون فيها عامين دو بلوس وعاد كندوزو للاختصاص. عامين الاولى خصك تكون فريمون تايها في قرايتك مزيان، السنه الثالثه كتولي تولي اصعب، ما كيبقاوش غير لي كور، كيبداو لي ستاج لو بروميير كونتاكت مع المريض، كتمشي للوبيتال دونك هنا فين كتحس براسك عاد تولي طبيب. كنخص مراجعه ديال الطريقه ديال الدراسه بالنسبه لكليه الطب، ما تكونش غير دراسه ديال المواد، كاين حوايج اخرين كي سون باراليل اللي كيعطيو شويه ديال ليبانيسمون لافي ديال ليتوديا. تكون عندنا مثلا واحد النادي ديال الموسيقى، طبيب ضروري يكون مواكب للتطور العلمي، عمرنا ما كنقولوا وقفنا الدراسه، حنا دائما كندرسوا. ثاني حاجه واللي هي اهم حاجه ان الطبيب خصو يكون انسان، وما عمر ما غنقدر يكون شي واحد اللي اختار هذا الدومين ما كانش عنده هذيك الانسانيه في الذات ديالو، لان ضروري حب الاخر، كتبغي هذاك المريض اللي جا عندك خصك تعطيه لو ماكسيموم ديال الوقت، خصك تسمع له سيليكوت، واخا هو يجي معصب ويجي عنده واحد الشحنه سلبيه اللي جاي بها، لان الله يحسن العوان كاين المرض، كاين لي كونديسيون ظروف اجتماعيه هي دي فوا كتكون قاهره، ويعطي له لو ماكسيموم باش يعطيه الامل في الحياه، ويشرح له المرض ديالو بطريقه انسانيه. منين كتعالج داك المريض وكتعمل كتمشي لدارك واحد لا ساتيسفاكسيون، واخا داك التعب الكبير اللي كنحسوا به، ولكن واحد السعاده لا تضاهيها سعاده. السبيطار ماشي ميليو لي سهل، ميليو صعيب بزاف، كتشوف لا سوفرونس ديال الناس اللي كيجيو المرضى والعائلات ديالهم اللي كيجيو، كنوليو نتلقاو هذوك الطاقات السلبيه، ولكن ديك الطاقه السلبيه تجربه ديال الانسان كيولي كيفاش انه يعطي البوزيتيف ويخلي عنده غير البوزيتيف، عاوتاني ما تاثرش هذاك المعاناه اليوميه مع هذوك المرضى على الحياه الشخصيه ديالو والحياه العمليه، لان ماشي ايجابي انك غير انك تو في لا كومباسيون، انك سور لو بلان ميديكال واش قدرتي انك تداويه. إذا هضرنا على القطاع العام، حنا كنعرفوا ضعف التجهيزات في المستشفيات ديالنا ولا في المراكز الصحيه ديالنا، ها هو الطبيب كاين وباش غنخدم هنا مشكل، سورتو في الناس اللي ما عندهمش باش يديروا هذاك، واخا بغامض غامض ما كيقدمش شي خدمه كبيره. كاين مشاكل حقيقيه اللي كيعانيو منها الطبيب في القطاع الخاص، اول حاجه ما عندوش التغطيه الصحيه، دونك كيفاش ان الطبيب ما عندوش التغطيه الصحيه وما عندوش تقاعد، هو كيعطي كيعمر الوريقات ديال التغطيه للناس، الطبيب في الاخر كيضحي من الوقت ديالو من الجهد ديالو من العمر ديالو صالح الوطن ديالو، ولكن الحقوق ديالو فيها مشكل في المغرب. كاينين جوج مهن اللي معترفين فيهم في العالم كامل وكنعطيهم لا فالور، هي مهنه ديال الطب ومهنه ديال التعليم، لان اهتمينا بالصحه والتعليم اهتمينا بالمجتمع ككل. شنو اسوء حاجه كيكون عندها؟ الخبز ديال الفرص وقله الماء، كيشربوش الناس الماء بزاف، الناس ما كيهروش الخضره بزاف.